الصرح اكبر الصروح المصريه، 64 متر 74 متر عرض، 36 متر طول. خلاص البايلون كده كده انا بقلد فيه ايه؟ شكل البخنت، العلامه المصريه بخنت، صح؟ عارفين العلامه المصريه بخنت؟ عارفينها سنه رابعه؟ هقعدكم في الشمس لغايه ما تقولوا ايه هي بخنت بقى؟ الجبلين. ايوه الجبلين اللي بيطلع منهم الشمس اللي هي نفس شكل تقريبا الاخر تقريبا. خلاص ادي هي المفروض بين تو ماونتنز باجو ومانو، الايسترن ماونتن اند ذا ويسترن ايه؟ ماونتن. تمام؟ طيب قلنا برضو حاجة مميزة جدا في المعابد المصرية في الفترة اليونانية الرومانية، وهي ايه بقى؟ ان بدل ما حطيت تماثيل للاله للملوك حطيت تماثيل الهة، صح؟ اهو ليه؟ فاكرين؟ ان هي مفيش اي رجل، خوفا بالظبط، خوفا من حدوث ثورات، فالناس يعني ايه تبدا المصريين يكسروا التمثال الملك، لان الملك ليس مصري. خلاص فخوفا من فكره عدم تقبل المصريين للملوك الاجانب، وده اكثر الاراء منطقيه، في اراء كتير اتقالت بس يعني من وجهه نظري ده اكثر راي منطقي. شالوا تماثيل الملوك، فاكرين بقى كرنك والاقصر تماثيل كانت عظيمه ازاي؟ لا حطوا بدلها تماثيل الهه زي ما هنشوف هنا، وهنشوف ايه في فيلا برضو بعد كده. خلاص لان المصري لا يجرؤ، المصري في الظروف العاديه لا يجرؤ لكسر تمثال اله، لكسر تمثال اله. برضو نركز في نقطه مهمه جدا، احنا عندنا فور سلوت شايفينهم، السلوت دي كانت بتتحط فيها الفلاجز during celebrations، السلوت اللي هي التجاويف دي كان بيتحط فيها الاعلام وقت الاحتفالات المختلفه. تمام؟ شايفين المنظر؟ هو منظر تقليدي تماما، الملك بطولمي بطلميوس ال 12 وهو ايه بقى؟ بيضرب ويقمع الاعداء قدام حربختت وثالوث الايه؟ المعبد، بالاضافه لصفين من الاوفرينج، اوكي؟ طيب عندنا تو روز اوف اوفرينج سيدز، بيقدم القرابين المختلفه. اوكي؟ برضو من الحاجات المهمة ولازم تبقى عارفها ان في ستير كيس ليدنج تو ذا ابر بارت، جوه البايلون في غرف. خلاص هي حاليا صعب ان انت تدخلها حفاظا على سلامة المبنى، لكن البايلون من جوه كان افراد من جنود الحماية الفرنسية او الاحتلال الفرنسي، البعثة الفرنسية دخلت وقعدت. احنا عرفنا منين؟ من خلال نقش اسمائهم جوه هذا البايلون. خلاص طبعا شكل قرص الشمس ما بين ثعبانين، ودي كانت بتستخدم كبلكني للملك ان هو يقعد وايه ويشوف الاحتفالات المختلفه. بجد كده مفهوم؟ مفهوم؟ طيب يبقى this pylon is the largest or one of the largest pylons in the ancient Egyptian architecture. 74 meters in width, 36 meters in length. It consists of how many parts? Two parts, the eastern part and the western part. The pylon in the ancient Egyptian architecture was used to symbolize the ancient hieroglyphic sign Bekhenet. Halas with the two mountains, Bagu and Manu, the eastern and the western mountains, from which the sun disk rises. From which the sun disk rises in the middle. شايفين السيمبوليزم عاملة ازاي؟ Okay, the pylon itself, it's carved with the traditional seed of the king, the Ptolemaic king, Ptolemy the 12th, Eulites, Zamars, smiting his enemies in front of the pride of the temple, and this is a very traditional scene. Over it, we can find two rows of different offerings. The king is making different here offerings. Inside the pylon, we have an inner staircase leading to the upper part, which was once inhabited by the soldiers of the French expedition. Graffiti inscribing and commemorating their names is found inside. Is found inside. Beside the main door, we have also other subsidiary doors. One thing which is very important to say, that in the Greco-Roman period, the royal statues in front of the pylon were replaced by, and it replaced استبدلت with divine statues. Why? Probably the ancient Egyptian or the ancient Egyptian architect was afraid from revolutions, was afraid that the Egyptians will not be satisfied with the foreigner as a ruler.
Therefore, he replaced the royal statues with more divine statues because the ancient Egyptian didn't cut or break his divine status at all. ماشي؟ يلا بينا. اللغة المصرية القديمة كان اسمه وباع، وهو المكان الذي يجتمع فيه عامة الشعب لحضور الاحتفالات المختلفة. خلاص؟ الفناء المفتوح دوت فيه كام عمود؟ 32 عمود، 11 11 5 5 وكام؟ 11 و 11 22 5 و 5 10 10 و 22 شاطرين يا سنة رابعة. خلاص عشان نتأكد بس إن الماس بخير. أوكي؟ طيب إحنا عندنا برضو هنا سبسيدري جيت ويز، لو أنتم ملاحظينها السبسيدري جيت ويز الفانكشن بتاعتها إيه؟ المداخل السنوية. المداخل السنوية كانت لها وظيفة مهمة جدا للكهنة. ماشي يا إيمان؟ للكهنة. خلاص، لأن الباب الرئيسي زي ما قلنا قبل كده كان بيغلق، وحتى عندنا هنا بقايا التجاويف اللي موجودة في الباب نفسه شايفينها، يقال إن هي كانت مستخدمة علشان يبقى فيه باب من خشب الأرض يقفل المعبد نفسه. فإذا أنا ككاهن هدخل إزاي؟ من خلال المداخل الإيه؟ الجانبية. ماشي؟ ده كان مفهوم؟ طيب، إحنا عندنا هنا مناظر للتأسيس هنشرحها كده مع بعض وإحنا ماشيين، بس انا عايزاكم تبصوا على حاجه مهمه زي ما انتم، بس ادوا ظهركم هنا ادوا شكل المنظر. خلاص المناظر هنا عشان تفضلوا فاكرينها. خلاص ايست وويست عاده مناظر معظمها افق. خلاص دي الحته الجنوبيه، اوكي، متقسمه على نصين شرق وغرب. وانت داخل تشرح هتلاقي تو ريجسترز دول تركز عليهم. اول واحده اللي هي مناظر التاسيس مره اخرى، وان كان مناظر التاسيس اكتر اوضه اقدر اشرح فيها مناظر التاسيس بالتفصيل هي السكند هايبوستايبول بتاعتي، فيها كل المناظر، بس عايز تشرح جزء منها هنا اتس فاين. الحاجه اللي مش موجوده في اماكن كتير اللي هو المنظر ده، شايفينه؟ شايفين المراكب اهي، المركبين اللي تحت. خلاص المركبين اللي تحت موجودين برضو الناحيه الثانيه. ايه بقى المركبين اللي تحت؟ المركبين اللي تحت هو ده مركب حورس. عرفت منين مقدمه السفينه حورس؟ مركب اللي ورا حتحور. عرفت منين مقدمه السفينه حتحور؟ وتمثل الجود ريونيون، قال ايه بقى؟ الاحتفال باللقاء، عيد اللقاء السعيد اللي كان بيتم في شهر ابيب، خلاص في منتصف الصيف، و تقريبا 15 ابيب، وكانت مركب المقدس للالهه حتحور بتيجي من دندره وتيجي ايه وتزور جوزها. تخيلوا هي الست اللي تيجي تزور جوزها، يعني حاجه ما عليك. وحتحور في النص كانت بتزور الشابلز بتاعتها الماينر شابلز، يعني كانت تقف تسلم بقى لو في ماينر شابلز في السكه، تقف والمركب تقف لغايه ما توصل هنا، تقعد 15 يوم وترجع تاني وهكذا. وكان احتفال سنوي عظيم ومهيب للالهه ايه؟ حتحور مع حور. ماشي يا شباب؟ لغايه كده مفهوم؟ طيب يبقى we have here, we after leaving this place we should notice the openings here, the grooves in the upper part, and these grooves were probably used to receive openings for a large and enormous cedarwood door which was used for closing this place, which was used for closing this temple. خلاص؟ And the temple was only open during certain celebrations. Okay, concerning the priests and their daily life rituals, they were using the subsidiary doors here. You can find here subsidiary doors on the lateral sides used by the priests. This open court, the waba, is occupied with 32 columns on three sides, distributed. Let me distribute it. Wazaa. On three sides. And we have here the southern wall is divided into two parts, eastern and western. That every part or every wall is divided into how many main parts? These two parts, you should mention them as a guide. The first one is the ritual, different foundation scenes concerning this part. The lower one. This lower one is the festival of good reunion. Okay? This festival was celebrated annually, every year, from Dandara to Edfu during the reign of Epif, or the month of Epif, and the sacred bark of Hathor visited her husband here, and on her way, يعني on her way, على طريقها, she visited the other small chapels of Hathor on her way. And how we know that this is the sacred bark of Horus?
by the prow of the ship, taking the shape of a falcon. And this takes the shape of a of Hathor herself. Okay? This festival lasted here for 15 days, and after that, the sacred bird returned once again to the temple of Dandara. Okay? Here we can find the king. Oh, almost the majority of the scenes date back to Ptolemy the Ninth, بطلموس التاسع. إذن المناظر هتبدأ تبقى أكثر قدما كلما اتجهنا للداخل، وقلنا القصة دي قبل كده. The inner parts are the most ancient parts. The outer parts are the most modern parts. Okay? لأن أنا كنت ببني من جوه البر. ماشي يا سنة رابعة. Okay? So this king, the Ptolemaic king, is عايز حد يشرح. Wearing the A. Red crown of Lower Egypt, which is called Deshret. And here we can find the priest Imhotep F making incense and making offerings. Here we can find the king being purified by Horus and Hotsepot. And after that, he is crowned by the two important deities, the Umamin, Nekhbet and Wadjet. خلاص. And this is a very important one. We saw it in the temple of Isna. شايفينه؟ ايه هم دول؟ The source of Nekhen and Butu once again here in Edfu. Okay, the source of Nekhen and Butu carrying the canopy, the main canopy of the king after being a crown. Okay? بغير كما مفهوم؟ طيب. برضو من الحاجات المميزة لو انت ما شرحتهاش قبل كده. ادي هيلف سيدينيتي فيجرز. شايفين واضحة ازاي؟ خلاص representing the bearers or the offering bearers. خلاص وهي different ايه بقى shapes of offering. اهو بيقدم له علامة ايه الحح وmillions of years different fruits and vegetables. هنا تأسيس المعبد وهكذا. خلاص اذا هنا معظم زي ما قلنا lateral sides eastern and western are representing mainly offering scenes. You can mention in the lower part as we mentioned before the part of the festivity figures. Okay. And we said before that the festivity figures are ibaa, are figures gathering male and female properties in one body. Every shape of happy is a festivity figure and not vice versa. Because we have other shapes like Isis and Sobek and the king himself. And the king himself. ماشي يا شباب؟ من الحاجات برضو اللي احنا قلنا عليها. Sometimes the arrangement of the columns, the windows, the ventilation was perfectly made in any Egyptian temple. شايفين الضوء والظل على الأعمدة وهيظهر أكتر وخلي بالكم من القصة دي في فيلة. لأن هو عامل شبابيك مخصوص عشان الإيه؟ الإضاءة بس تخش بيبقى فيه امتزاج ما بين الضوء والإيه؟ والظل. البروناوس خلاص زي أي بروناوس مصري خلاص وسخت خنتي هي دي الصالة بتاعت البروناوس. أوكي؟ عندنا كام سكرين وول؟ عندنا ستة عشان تبقى حافظهم. هما offering scenes كلها لآلهة المعبد. حورس حتحور حورس الناحية الثانية حورس حتحور حورس. إذا عندي كم تقدمة الحورس؟ أربعة. وكم تقدمة الحتحور؟ اتنين اللي هما في النص عشان ما تتلق اللي هما في النص الحيطة دي وفي نص الحيطة دي. ماشي يا شباب؟ برضو once again لقيت هنا الستاتوس بتاعت الفالكون بنفس السبب وبنفس الايه السيمبلزم اللي احنا قلنا عليه. ماشي يا شباب؟ لغايه هنا مفهوم؟ طيب يبقى the backward we should also mention that in the eastern and western colonnade we can find in the lower register the series of festivity figures. As we mentioned before they are gathering the male and female properties together. And concerning the pronouns of the temple, it's like any Egyptian naus. In the Egyptian temples during that time, it was called Wesechet Chenti. And how many screen walls we have? Six containing offering scenes for Horus, and they are four. And how many for Hathor? Two. Tani, Hathor, Horus, Hathor, Horus. In the head, Tanya. Horus, Hathor, Horus. And also, once again, we have statues for the Falcon. Let's go.